طارق يا ابو فليح ونعلق عليها ايضا. سويا البدايه كانت قويه من جانب فريق مولوديه البيض لما سجل عن طريق عبد الاله بركات الهدف الاول لفريق مولوديه البيض الذي يسجل اول اهداف هذا الذي يسجل في بدايه هذا الموسم بعد صعوبات كبيره وجدها. ثاني الاهداف لشباب لمولوديه البيض بهذه الطريقه، عمل رائع جدا وممتاز، واهداف واخطاء فادحه ايضا في دفاع فريق شباب الوزداد عن طريق عبد الله المؤذن. هدف ثاني لفريق مولودية البيض بملعب 5 جويلية. الكثير لم يصدق ما حدث، هذا هو الهدف الاول لاسلام سليماني بألوان شباب الوزداد بعد 12 سنه من الغياب عن ملعب 5 جويلية وملعب 20 اوت. وشباب الوزداد طبعا 5 جويلية لعب فيه مع المنتخب الوطني. اسلام سليماني اعاد الامل لشباب الوزداد في هذه المباراه. الشباب الذي بحث بعد ذلك عن التعديل وتمكن من ذلك لما استفاد من ضربة جزاء أعلن عليها الحكم وحولها إسلام سليماني إلى هدف ثاني بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. تصدى لها الحارس وفي المتابعة إسلام يسجل الثاني، يسجل الثنائية في هذه المباراة، يعيد الأمور إلى نصابها في ملعب 5 جويلية. هنا كان الكثير يتوقع أن شباب الوزداد سيبحث عن الثالث للفوز، ولكن حدث عكس ذلك تماما. وأي هدف، وأي هدف بروعة.